إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض السحر المرشوش. طبعا احنا تعودنا في البرامج بتاعتي، يعني اللي هي برنامج كيدو ساحر أو برنامج لا يفلح الساحر، يعني تعودنا ان احنا نأصل المسائل تأصيل شرعي ودقيق ونبسط على الناس بقدر الامكان، ونحاول بقدر الامكان ما نهمش من موضوع مرض السحر لدرجه ان الناس تاخده ان هو ده مش ذا قيمه او ملوش اهميه في حياتنا. لكن برضو بقدر الامكان نوصل ان ده مرض قوي، وان ده مرض عضوي محسوس ملموس في داخل جسم الانسان ولابد من علاجه، وبنوصل ان ده برضو ان ده مرض سهل علاجه لو الشيخ اللي بيعالج او المعالج اللي بيعالج الانسان اللي قدامه ده يكون عنده خبره وفقه بالحاله اللي بيعالجها ديت ايه بالظبط. يعني دايما بنأكد على الناس المعالجين ونقول حاول بقدر الامكان انك يعني تدخل جوه الانسان نفسه، لان الانسان ده صندوق مكفول. كل ما بتدخل جوه الانسان اللي هو المريض ده وتطلع اللي جواه عشان يبدا يتكلم معاك، تعرف منه الاعراض اكتر وتعرف منه ان هو عنده ايه، وتقدر تشخص الحاله اللي عنده ايه. من ضمن ضوابط العلاج ان انت تكون عندك الفقه والخبره بالامراض اللي انت بتعالجها ايه. يعني واحد بيروح للدكتور هو مش عارف ايه المرض اللي بيعالجه، فبتكون النتيجه سيئه ان هو ما بيعرفش اصلا يعالج المريض. لكن لو تروح لدكتور متمكن هو عارف بيعالج ايه المرض او ايه نوع المرض، ايه نوع النجاسه المستخدمه في السحر، ايه نوع السحر، ايه اهدافه، ايه الغرض منه، ان نعالج الانسان ازاي، ايه ازاي ننظف طلسم السحر من جسم الانسان، وبعد كده ننظف يعني اي حاجه جسمه، وبعد كده نتعامل مع الجن اللي هو قائم باعمال السحر، يبقى انا كده هنوصل بنتيجة مثمرة ونقدر نخلص الإنسان من السحر اللي فيه. لكن لو المعالج ما عندوش الآلية اللي يقدر يعالج بيها وخلاص بضر الإنسان المريض. عشان كده طبعا احنا كنا النهاردة ان شاء الله يعني في الحلقة هنتكلم عن أعراض السحر المشروب، وقلنا احنا يعني من بأعراضها بكل عرض بنتكلم فيه بتوسع، لكن احنا بنتكلم عن عرض سريعا عشان الناس تقدر تستفاد وتقدر تجمع الموضوع كله على بعضه، وبعد كده هناخد كل عرض هو ده عندك ليه، والعرض ده اصلا نوعه ايه، وجالك لما ايه اللي تأثر في جسمك عشان العرض ده يجيلك وتحس بيه. كل ده احنا برضو مش عايز نكبر الموضوع على الناس. لكن خلال الاسبوع ده لما اتكلمنا وقلنا ان في حاسمه سحر وراثي، وقلنا ان في ممكن السحر يورث من الام للبنت، وممكن السحر يعني البنت او الابن ياخده من الام عن طريق الرضاعه والحبل السري، يعني قدام من الحبل السري. طبعا الناس طبعا بتفاجئ بالكلام ده، يقول لك يعني موضوع صعب وكده. لكن لما الاسبوع اللي فات ده يعني جولي 5 حالات عندهم سحر وراثي فعلا، ومن ضمن ال5 حالات دول منهم 4 حالات سحر وراثي عند الام بمنع الزواج، ان الام ما تتزوجش. انت متخيل؟ انا عايز الناس يعني عايز المشاهد يقدر يستوعب الموضوع على المدى البعيد عشان ما يهمش الموضوع. ام عندها سحر بعدم الزواج، هي ربنا قدر انها تتزوج. طبعا انا متكلم في الموضوع ده انا عشان وعدت الناس على الصفحه عندي، ويمكن هتلاقوا التعليقات موجوده على الصفحه اللي هي علاج مرض السحر في يوم واحد. وعدت الناس ان نتكلم في المساله دي عشان خاطر يعني نقتلها بحثا، عشان ما حدش يتكلم فيها قبل كده، واحنا بننفرد بيها ان احنا نأصل المساله دي. لما اتكلمنا في المساله دي جولنا 5 حالات سحر وراثي، ومن ضمن ال5 حالات دول طبعا الاسبوع اللي فات كان الاخ الاربعه اللي ما خلفوش مع بعض، ولما عالجنا الام والاب وعالجنا الاولاد، يعني 2 منهم خلفوا، واحده من واحد زوجته حامل. طبعا الموضوع خد صوره قويه، ولما جم الحالات الاسبوع اللي فات ده 5 حالات ومنهم 4 حالات سحر وراثي عند الام انها ما تتزوجش، ولكن ربنا قدر ان الام تتزوج وينتقل الحال من الام للبنت بعد ما تخلف، والبنت تبقى عروسه، البنت هي اللي يعطل عليها ما تتزوجش.
انت متخيل الموضوع قد ايه؟ عشان في واحد يعني الاخ علي اللي كان بيسالني الحلقه اللي فاتت او الاخ رجب كان بيسالني بيقول لي هو السحر يقعد لما يورث من البنت، لو الاعراض تنتقل للبنت بعد الام حتى هي بقى ما تبقى عروسه، لكن السحر معمول لفلان، يبقى معمول لفلان بفرض، لكن لما يورث السحر يورث عن طريق الدم والرضاعة من الحبل السري من الأم، لأن ده دم بينتقل النجاسة منه تنتقل للطفل في بطن أمه، وبعد كده بينتقل نفس الأعراض بعد ما البنت تبلغ، بتنتقل نفس الأعراض عند البنت، بس بتبقى أشد شوية. أشد شوية ليه؟ لأن دول بيبقوا هما الاتنين متعلقين ببعض، لو عالجت الأم البنت تعبانة، لو عالجت البنت الأصل عند الأم، يبقى الشيخ اللي بيعالج يكون عنده الفقه وعنده الآلية اللي نقدر نشخص بيها البنت عندها سحر. طيب السحر ده هو جالها لوحدها خاص بيها يعني، ولا السحر ده جالها عن طريق الام وده سحر وراثي؟ سحر وراثي ازاي يا عم شيخ؟ يعني السحر بيورث؟ السحر بيورث. طيب ده حاجه احنا شغالين فيها، يعني مش بنقول لك شيء مش موجود، لا انا بنضرب لك امثله من خلال شغلنا نفسه. يعني الاسبوع ده والله انا عليش 4 حالات فيهم الموضوع ده، سحر وراثي عند البنت عند الام، انتقل عن طريق الرضاعه والحبل والدم للبنت، وبعد كده البنت هي اللي ابتدت تتاثر بعد بلوغها بالسحر مكان الام. الام ربنا قدر انها تزوج، زي برضو واحد يقول طب هي السحر انعمل الام، الام تزوجت، ده قدر ربنا، قدر ربنا الام تتزوج، لان طبعا السحر ده مش هيدور غير بقدر الله تبارك وتعالى. طيب علاء ماشي يا استاذ محمد. علاء السلام ماشي يا عليكم. صاحبي، ربنا يكرمك، اتفضل. علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس علاء ازيك يا اتفضل، شكراب؟ أنا سامعك، اتفضل، ربنا يكرمك يا رب. ازي الصحة؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، والله ربنا أنا يحفظك، بحييك يعني. ربنا يحفظك يا علاء، ربنا يكرمك يا رب. والله أنا يعني رحت المركز عند حضرتك تمام. وكان في شوية مشاكل وكده، فربنا يعني صلح الحال والحمد لله. ربنا قدر إنك تصحى يعني إن شاء الله. الحمد لله والله طيب رب العالمين يعني. نشكرك، نشكرك يا استاذ علاء، ربنا يحفظك يا استاذ علاء. طيب بس علاء، الاعراض اللي كانت عندك قوتها كانت قد ايه، ولما اتعالجت راح منها قد ايه مثلا؟ والله كان في اثار جامده يعني وحياتي جامده جدا. عندي فانا مين؟ رحت المركز فقابلني الشيخ جلال هناك كان وعمل لازم والله. تمام، كانت عندي مين؟ عند عند الزوجه ولا عندك انت؟ لا عندي انا. تمام، وربنا قدر انك تخف يعني الحمد لله. الحمد لله والله رضا والله الحمد لله. ربنا يحفظك استاذ علاء يا رب ويتم شفاك يا رب. حاول فانا بقى بحييك تكمل. والله الشيخ رضا والله بحييك جدا يعني، ربنا يكرمك استاذ علاء يا لان رب، الواحد عانى جامد من الحياه دي. ربنا يحفظك استاذ علاء، ربنا فانا يحفظك رحت يا بسرعه المركز، فالموضوع انقطع يعني نهائي. ربنا يحفظك استاذ علاء ويتم شفاك يا رب، ربنا يعفو عنك الله يا رب، فدعوتك لينا يعني. يا رب ربنا يحفظك استاذ علاء يا رب ويجعلنا زي فاحنا حسناتنا عايزين يا رب. برضو حاجه يعني ايه، تكلم عن السحر المرشوش. حاضر، النهارده هنتكلم سحر مرشوش على. حاضر، انت كان عندك سحر مرشوش شكلك كده. ايوه تمام، حاضر حاضر، انا ما التقيتش فكنا بيك يا عانينا علاء، منه الشيخ جامد علاء يعني. الشيخ جلاله هو اللي عالجك، لكن انا هنتكلم على السحر مرشوش النهارده ان شاء الله. لا بس بصراحة والله المركز عندك يعني بصراحة ناس محترمين جدا ربنا وعملوا يحفظك اللازم يا اخي، يعني. ربنا يحفظك يا علاء، ربنا يحفظك يا اخي، ربنا يحفظك، فدعواتك لنا وادعي ودعواتك للشيخ لنا. جلال بقى عشان هو اللي عالجك بقى. ماشي. ربنا يحفظك يا علاء، اشكرك. طبعا زي ما بيقولوا الغرجان بيتعلق في الشاي يعني، فلما تلاقي حد في واحد انسان بيعاني طول عمره من مرض هو مش عارفه، تمام، فلما بيلاقي علاجه فعلا هي حاجه بتبقى صعبه شويه، حتى زي ما بنقوله كده حالات نادره بتحصل، واحده ما بتخليش بقالها مثلا، الاخر اتصل بينا الاسبوع اللي فات من كفر الدوار، ما بتخليش بقالها 12 سنه وعمل كل الحيل انها تخلف وربنا ما قدرش، ولما اتعالج الصحيح التاني شهر تحمل، وهو الحمد لله على ربنا كرمه دلوقتي خلفت. فدي حالات تحصل، واحد يقول لك انت بتنافي الواقع وبتنافي الطب، لا انا ما بقولش والله نافي الطب، روح للاطباء واعمل اللي انت عايزه عند الاطباء، بعد ما تيأس خالص من طريق الاطباء روح شوف نفسك، ممكن يكون في حاجه زي كده، عالج نفسك، مش ده مش عيب ولا قدح في الانسان انه يلجأ لمعالج يعالجه لو عنده مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض بالسحر، كان عنده مرض السحر فعلا ولجأ لله تبارك وتعالى، لكن احنا طبعا مع فرق مع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ناخد بالاسباب ونبدأ ان نتعلق بالله تبارك وتعالى عشان ربنا ينجينا من السحر. ناخد رجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ازيك يا مولانا؟ عامل ايه؟ منور الدنيا كلها والله. ربنا يحفظك يا اخي،
بس ما حضرتك كام سؤال لحضرتك كده بعد اذنك يعني. تأمرني يا خرج اتفضل. اول حاجه الامر لو واحده، اول حاجه يا مولانا لو واحده اتعمل لها سحر تفريق بين الرجل وزوجته تمام تمام، وتمت المهم ونجح الجني في التفريق بين الرجل وزوجته تمام تمام، يترك الجني المريض ويبقى السحر ولا يبقى الاثنين؟ ده السؤال الاولاني. تمام. السؤال الثاني مولانا، يعني ايه سحر معمول على دوره؟ يعني ايه سحر معمول على ضم حيض؟ يعني ايه سحر معمول على مني زينة؟ يعني ايه سحر معمول على مني لواط؟ يعني ايه سحر معمول مفشوش؟ تمام تمام تمام. دي حاجه، يعني ايه معمول على الماده نفسها؟ يعني ايه، هل هي الماده نفسها بس ولا في حاجه ثانيه تضاف عليها؟ تمام. ده السؤال التاني. السؤال الاهم والخطير يا مولانا، تمام، ان حضرتك عارف 90% من الحالات بتتعالج عند المشايخ امراض نفسيه وامراض طبيه. تمام تمام. و90% الحاجات اللي الحالات اللي بتتعالج عند دكاتره المخ والاعصاب سحر ومس وحسد. تمام. حضرتك تشرح لنا الاعراض الطبيه والاعراض اللي بسبب السحر عشان نقدر نفيد المرضى اكتر، اللي بيتعالجوا هنا واللي بيتعالجوا هنا. تمام. طبعا حضرتك وعدتني ان انت هتتكلم على الدوره الفلكيه بشكل اوضح. حاضر حاضر. ربنا يجازيك خير يا شيخنا. ربنا يحفظك. لو سمحت يا مولانا، اعراض سحر عدم اعراض سحر عدم الخلفه عند الرجل وعند المراه، عشان عندي حالات كتيره بعتها لحضرتك بس عايز اتاكد هم فيهم الشيء ده ولا لا. تمام. احنا اتكلمنا فيها في حلقتين قبل كده او ثلاثه، فان شاء الله اللي هنخلصه الاعراض كلها بتاعت السحر الاول العامه والخاصه، وبعد كده ان شاء الله نتطرق لها بقدر الله تبارك وتعالى عشان دي هتاخد وقت شويه. تمام. نشكرك. ام محمد. ماشي ام محمد. السلام عليكم. تمام. ربنا يحفظ لك بركات. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ عايز اسال حضرتك سؤال. تأمرين. اتفضلي. انا كان لي ابن وتوفى بمرض السرطان. ربنا يا رب يرحمه ويجعل في ميزان حسناتك يا رب. الله يرحمه يا رب. وبعدين بعد ما توفى كده ب 15 يوم اخده تعبت بنفس التعب اللي عنده وبنفس النوع كمان. فروحنا الشيخ يعني قال ان انتم عامل لكم سحر وكده بس يعني ما رقناش بمعنى اصح. طيب الاولاد كان الاعراض، اول اعراض ظهرت عندهم كان عندهم كم سنه والاعراض ظهرت ازاي؟ طيب كان احمد الله يرحمه كان عنده بتاع 8 سنين كده. حول قوه الا بالله. تمام. طيب انتوا عندكم اي مشاكل صحيه؟ نعم. عندكم اي مشاكل صحيه انت والاب؟ صحيح. يعني عندك تعب في المعدة، صداع، لخبطة في الدورة مثلا، نزيف؟ اه انا عندي على طول صداع وجوزي عنده تعب في القولون على طول. تمام. طب البنت ماتت عندها كم سنة؟ نعم. البنت ماتت عندها كم سنة؟ لا الله ربنا يشفيها لسه. طب عايشة. طب الحمد لله الحمد لله. طيب الحمد لله. طب انت ممكن يا ام محمد دلوقتي بس يعني تعبانه بقى لها سنتين كده. طيب انت ممكن تجيبي لي ممكن تجيبي لي العروسه بنتك وتجي لي؟ نعم. ممكن تجيبي العروسه وتجي لي المركز بنتك العروسه؟ بس حاجه لحضرتك فعلا متصلنا بالشيخ جلال بس ما عرفناش نيجي. طيب المشوار بعيد علينا وما عرفناش نيجي. معلش حاولي تيجي يا ام محمد عشان الموضوع انت يعني اعتبر اقتراح للدكتور، موضوع كبير شويه، فربنا يا رب يعفو عنها ويشفيها يا رب. احنا هنعمله اللي علينا ان احنا نعالجه اثر السحر عشان حتى علاج الدكتور يبدا يجيب نتيجه معاها. طيب تمام. هو السحر ده يا شيخ يعني معمول بايه؟ ما الله اعلم ان هو معمول، لسه ما اعرفش اللي عندك ايه بالظبط يا محمد، ممكن ما يكونش عندك سحر. فاحنا هنشوفه الاول. لو في مشكله عندك هنعالجوها ان شاء الله ويكون سحر وراثي عند البنت والولد ولا حاجه. ربنا يعفو عنك يا رب. ربنا يعفو عن بنتك ويشفيك يا رب. اسال ربنا ان يشفيها يا رب. تمام. هو طبعا الموضوع، نشكرك يا محمد، الموضوع ده بصراحة الناس بتعاني منه معاناة كتير جدا، لكن برضه انا اوصل لك شيء الناس بتخطأ فيه كتير جدا. من ضمن الاسباب اللي هي بتوصل الى الاطفال للسرطانات والكلام ده الادوية اللي هي بتتاخد في اوقات خاطئة، زي الحاجات مثلا اللي بتدمر جهاز المناعة عند الاطفال. تمام. ده بيبقى من ضمن الاساسيات اللي هي بتوصل الطفل للسرطان. لكن برضو من ضمن الحاجات ديت ان ضعف المناعة هو اللي بيخلي الفيروس يجي او السرطان يجي. يعني الانسان جسمه بيضعف لدرجة انه بيستقبل المرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا عدوى في الاسلام، او قال لا عدوى ولا طيرة، يعني مفيش حاجة اسمها عدوى مباشر، مفيش حاجة اسمها عدوى تيجي مباشرة. لكن الاول الانسان مناعة عنده بتضعف يستقبل هو المرض، لكن هو من عداش او العدوى ما بتصيبش بذاتها، بتصيب بقدر الله تبارك وتعالى. تمام. فده دي بتبقى عقيده عند الانسان. يعني انت لو قاعد مع انسان
هو ممكن يبقى اتنين تلاته قاعدين مع بعض، واحد ينعدى من المرض ده واتنين تلاته لا. ليه؟ لان ده ما فيش عدوى. الانسان اللي انعدى ده عنده اصلا ضعف مناعه، فاستقبل المرض بقى عنده مرض نفسي اللي كان عند الانسان المريض ده، تمام؟ لكن العدوى مش هي بذاتها بتصيب، لكن ده ضعف مناعه عنده او جهاز المناعه عنده ضعف او بقى عنده استقبال الفيروس ده، فابتدى يجي له المرض ده. فالناس خلاص خدت الموضوع على اساس انه ايه، ان ده مرض يبقى معدي او غيره. لكن بقدر الامكان حاول بقدر الامكان ارفع المناعه عند طفلك، ارفع المناعه عندك، حاول بقدر الامكان تظبط جسمك عشان لو في عدوى قدامك ما تجيلكش. وطبعا السحر بيعمل العدوات ديت، يعني بيعمل الامراض ديت. ام عماد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا ام عماد. ازي حضرتك؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. لو سمحت، انا جيت كده من حوالي سنتين ثلاثه كده، كنت يعني انام طول الليل ابقى كويسه جدا، وبعد كده اول ما اصحى من النوم الاقي زي خيال كده، يعني زي خيال عنكبوته كده على السقف. تمام، اتكلمي، انا سامعك. فانا صراحه ما جاش مخي خالص ان ممكن يكون في اي حاجه. ف كان في واحده شغاله بتجيلي يعني، فجبت لي شيح كده وحطيته في كده، كان في الاوضه وفي المطبخ وكده، لقيت نفس الموضوع بيتكرر معايا تاني. بعد كده بقى جيت بعدها بفترة، يعني قبل الفجر كده سمعت صوت كده جاي لي، انا حاطة جنب السرير كده كنبة، حسيت ان الصوت جاي لي من الكنبة نفسها. فطبعا اتخضيت وقمت جاري من الأوضة، وحبيت ان ارجع تاني، كنت خايفة برضو. فالحمد لله الفجر اتدن، فصليت الفجر وتوضيت. طيب، صليت الفجر ورجعت. طيب تاني يا ام عماد، طيب انت ممكن اي حاجة تشوفها على الحيطة، اي رسمة تشوفها كشكل انسان شخص يعني؟ لا، الرسمه اللي انا كنت شايفاها كانت زي العنكبوته كده. طب ليها رجلين. اي رسمه تانية غير الرسمه دي؟ خلاص الرسمه دي، اي حاجه تانية على الارض او اي رسمه على الحيطه ولا حاجه؟ لا، هي نفس، هو نفس الشكل ده حضرتك بشوفه، لا اما على السقف او في الحيطه اللي فوق السرير. طب انت بتنامي كويس يا محمد؟ طيب انا كان يعني اللي فاتت كان بيجي لي قلق، انما الحمد لله كنت يعني ابقى نايمه كويسه طول الليل. وهي بس مجرد انا اول ما اصحى الاقي الخيال ده. طيب في صداع طيب عندك على طول؟ بيجي لي طبعا صداع كتير. طيب في تعب في المعده؟ لا الحمد لله لا. في امساك او اسهال؟ هو طبعا يعني كان بيجي لي امساك جامد جدا، وانا جسمي خس بطريقه رهيبه، عملت صوره دم وعملت تحليل الغده الدرقيه وعملت سكر برضه، ما لقيت الحمد لله. طيب يا محمد، في رقيه عندي على الصفحه بتاعتي انا اللي هي علاج مرض السحر في يوم واحد، قاعد شغلاها في البيت عندك اسبوع متواصل، تمام؟ دي مؤقتا لما تجيلي نعالجك بقى، لان دي اعراض سحر عندك، تمام؟ لكن هو السحر اللي عندك ده او جن، ممكن يكون في جن معاكي انت اللي هو جن السحر ده، بيوريكي عمار المكان زي ما احنا قلنا، او عمار المكان بيكشفه جن السحر اللي معاكي. فانت بين الاثنين يعني، فانت الافضل بقى شغلي الرقيه عندي اللي عندي على الصفحه، ان شاء الله دي يعني تظبط معاكي بقدر الامكان. وهاتي شيح برضو زي ما احنا بنقول، شيح اهوت او صندروس او البان ذكر، وبخاري به بيتك، تمام؟ ده مؤقتا لما ان شاء الله نشوفه عندك ونعالجوك ان شاء الله، تمام؟ نشكرك يا ام احمد. ام احمد. ايوه يا شيخ، انا اللي كنت بكلمك من شويه. اتفضلي يا ام احمد. ربنا يحفظك. احنا رحنا للشيخ يا شيخ، وقال لنا ان معمل لكم سحر بالمرض السرطان دوت لكم ولولادكم، وحتى قال لجوزي لو ما مشيتش على البرنامج اللي انا هديهولك دوت هيجي لك سرطان في المثانه. كلام فاضي يا ام احمد، ما تسمعش كلامه. فكل ما تخوفيش جوزك، ما فيش الكلام ده. لا مش بخوفه، ما هو قال لنا كده يا شيخ. طب هو قال عشان هو مش فاهم. طيب بص يا ام احمد، حاول بقدر الامكان هاتي بنتك بس وهاتي جوزك وتعالي، واحنا ان شاء الله لو في حاجه هنعالجكم. هو برضه عشان وصلي، كان فيش حاجه اسمها مرض سحر معمول لك عشان تيجي لك سرطان، كان الناس كلها راحت عملت اسحار للناس عشان يجي لك سرطانات، تمام؟ الكلام ده كلام مش منضبط يعني. لكن ممكن الانسان يعمل لك سحر بالمرض، او سحر الغرض منه المرض. المرض ده ممكن يجيلك باي شكل من الاشكال، لكن ممكن ياثر على حاجه معينه، يعني زي ما احنا قلنا ان السحر المشروب ياثر على الكلى، السحر المدفون ياثر على الرجلين من تحت والظهر، السحر مثلا المأكول ياثر على المعده، السحر المنفوخ والمعلق ياثر على الدماغ والجزء العلوي من الجسم، لكن هو بياثر على اماكن معينه. ليه؟ لان ديت وجود السحر في الجسم زي ما احنا قلنا انه بيبوظ خلايا وبوظ اجهزه في جسم الانسان عشان خاطر يوصله للمرض، بيعطل المرض. يعني ما هو المرض ايه هو اصلا؟ المرض ده ان في خليه بتقف ما عادش بتشتغل، فتبدا الانسان يحس باعراضها او يحس بالمرض ده.
فممكن السحر يكون معمول بدم حيض مثلا، فدم الحيض ده بيجيب السل لانه بيدمر الخلايا بتاعت الجسم نفسها وبيدمر الدم نفسه، فيبدا يجيب سرطان في الدم، ممكن يجيب سرطان في الكلى، ممكن يجيب اي حاجه، تمام؟ لكن ما فيش حاجه اسمها مرض او سحر بالسرطان، الكلام ده مش موجود. لكن النجاسه اللي احنا هنتكلم عنها عشان الاخ برضو دلوقتي اخ رجب، هي اللي ممكن تعمل الامراض دي، لانها على وجود الماده ديت في الجسم فتره كبيره، نجاسه موجوده في الدم فتره كبيره، عشان كده بنقول ايه، ان السحر ده لازم ينضف من الدم. مفيش واحد تروح للشيخ يقول لك خد اقرا وشطف بس، لا، خد اقرا وشطف ديت يبقى انت مش فاهم، انت خد اقرا وشطف ديت يعني انت بتعالج الجن. فالسحر ده حاجه دخلت الدم، عن شربتها اكلتها دخلت جسمك دمك، فنضف لي دي من جسمي، وبعد كده اتعامل مع اللي هو مع الجن اللي هو العرض. ناخد ام مين؟ ام احمد دي اللي كانت معانا برضو غيرها. طيب السلام عليكم ام احمد، اتفضلي. عليكم السلام. السلام عليكم. اتفضلي يا ام احمد، سامعك. ازيك يا شيخ رابح؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. انا ام احمد من جنة، اللي كلمتك قبل كام اسبوعين وقلت لك ابني ومرات ابني رايحين عنديكم. تمام تمام يا ام احمد. وراحوا قابلوا الشيخ دلال، ما لقوش حضرتك. تمام. ما كنتش حضرتك موجود. تمام. فاعطاهم الشيخ دلال جنب اللازم واعطاهم العلاج. تمام. يعني لنا الاسبوع الثاني ده في العلاج. تمام. بس في معاناة يا شيخ راضي في أثناء العلاج، يعني مرتبني تعبانة خالص. ده يعني طبيعي لما تفقد على السرير زي ما تكون مشلولة، ده ما عرفش تتحرك خالص. يا أم أحمد، ده الشيخ راضي قال بسحر سفلي وسحر تفريغ. تمام. ده طبيعي يا أم أحمد. نعم. ده طبيعي إن الإنسان هو بياخد علاج كأنه بيعمل عملية. مش سامع حضرتك والله. ده طبيعي يا أم أحمد إن الإنسان هو بياخد علاج كأنه بيعمل أثناء العلاج. آه ده طبيعي يعني. حتى الأولاد تعبانين وعطى علاج للبيت كله، يعني حتى أنا عن نفسي جيتهم العيال وجدهم برضه نعمل لهم علاج. لا ما تهموش نفسكم جوه كده يا ام احمد. يا ام احمد بس شو معناها في العلاج؟ يا ام احمد ما تهموش نفسك جوه، بدل رجعه السحر اول جرعه بتاخدها بترجع فيها السحر بتخف 50 70%، فعشان ما تهمش نفسها بدل رجعه والله سحر. يا ام احمد اكفيلي واسمعي، نشكرك اكفيلي واسمعي. لو لو الاولاد تعبانين برضه، يعني في ترديع وفي لا مؤاخذه يخشوا الحمام كتير. طبيعي. ده كويس، ده كويس يا ام احمد، دي اعراض العلاج يا ام احمد. تعبهم ترجيع او الاسهال، ده احنا عايزين ده عشان نضفوا الماده بتاع السحر من الدم، ده احنا ده ما يزعلش في ده، فده مش تعب، دي راحه، لان بعد ما بترجع السحر بيومين ثلاثه بتبدا تستريح خالص ويبدا جسمها يروق خالص، لان الدم او النجاسه بتاعت السحر دي بتطلع من دمها. فانها تتعب وهي بتاخد العلاج دي طبيعي، انها ترجع تسهل ده طبيعي مش مشكله. نشكرك. حد تاني يا استاذ محمد؟ طيب اخ رجب دلوقتي سالنا على حاجات كده، ايه دايما بوصلها السحر، لو هو لو الجن لو متعلق بالسحر التفريق مثلا وخلاص واحده اتفرقت بينها وبين جوزها، هل ده الجن بيروح ويسيب الانسان وخلاص، ولا بيفضل الجن والسحر معاها؟ بيفضل الجن والسحر معاها زي ما هو، لكن ممكن تتجوز ثاني يفرقها ثاني، ممكن تتجوز ثالث يفرقها ثالث، ممكن الانسان خلاص يوصل انه يفرقوا بين الناس ونفسها، ممكن يفرقوا بينه وبين نفسه لانه خلاص هو فضاله بقى معاه، تمام؟ ممكن يعشق ويفضل قاعد معاها ما يسيبهاش برضه، ممكن يغير الاعراض، يعني واحده كان بيجي لها صداع كمان شويه بعد ما تطلع يجي لها تعب في المعده ويسيب الصداع، تروح للشيخ الم في الظهر ويسيب الرجلين، فكل جن بيبقى له دماغ معينه يعني. امين. استاذه ساره اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا شيخ راشد؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. الله يخليك. بنقول لحضرتك انا على طول بقالي 5 سنين انا وفي مشاكل. وضرب وبهان على طول ومش طايق انه يقول لي مش شايف القرد قدامي. ساعات يكون كويس معايا وساعات يكون عصبي جامد وممكن يضربني ويموتني. طب انت كويسه معايا ام كريم؟ انا والله بنعامله بمرض الله. لو بتعامليه بمرض الله هو هيعاملك بمرض الله. ام احمد، ام احمد برضو؟ انا لا، ام جنى. ام جنى، يا اخت ام جنى، عامليه بمرض الله، ولو جوزك فيه اي تعب ممكن تجيبوه لنا نعالجه. بص يا شيخ، انا واخد هدومي ماشي، هدومي الداخليه، وموديها لواحد بحار يعني شغل سفلي. يعني هو شغله في القصه ديت يعني؟ ايه؟ شفتيه يعني هو بيعمل كده؟ ايوه، اعترف ان هو اخد هدومي ووداها للراجل ده، وقال لي قال لي انا شايف قرد قدام مني. الراجل ده لما شافني لا مؤاخذه يعني في الكلمه عايزني بمعنى صح، وبيقول لي ان انا مش هنخلي جوزك يكون كويس معاكي غير لما تجيلي. هي دي المصيبه يا ام جنى اللي احنا واجعين فيها،
جوزك اللي خد هدوم الداخليه بتاعتك عشان يوديها للشيخ. ايوه بعد كده الشيخ طبعا فيك انت عايز يجمعك انت. ايوه عايزني عشان يكون جوزي كويس معاه ويقول لي لازم خليكي تطلعي من تطلعي من جوزك عشان خاطر هو ايه يبقى كويس معاك. ايوه شوفي ابعد عن ربنا يا ام جنب ودينا فين بقى؟ على فكره يا شيخ بحس على طول بالام جامد. طيب يا ام جنى الشيخ اللي ودى لك هدومه ده انت قعدتي معاه لوحديكم ولا حاجه؟ لا خالص. ولا مره؟ لا كنت انا وبابا، ولما انا اصلا حصل مشاكل ما بينه وما بين جوزي في السور دي اما ضربني يعني واذاني واعترف ان هو خد هدومي مشيت رحت عند بابا. طب انت بتحسي انك انت مضطره تفكري في الشيخ ده يا ام جنى؟ ما انا بنحس ان انا بنشوفه قدام مني على طول. طب ما حصلش في الحلم تحلمي انه جامعك ولا حاجه؟ لا انا بنحلم باحلام وحشه على طول. ماشي يا ام جنى. بصي يا ام جنى انت بقى تعالي سيبك من جوزك بقى بدل اتطلقتي خلاص الله يهديه، وتعالي عالجي نفسك عشان انت اللي انت عملتيه ده هو عمل لك سحر على نجاسه، والشيخ ده او الساحر ده هو عمل لك سحر على نجاسه عشان يبقى بدمك النجاسه، زي الاخت اللي كانت عندي امبارح بتقول لي، يقول لي يا شيخ اول امبارح بتقول لي يا شيخ انا رحت كان برضو مشكله بين جوزي ورحت لشيخ عشان يعالجني او ساحر عشان يعالجني يعني، بعد ما رحت له انا كنت نسيت ملتزمه جدا وما عنديش اي فكر في اي نجاسه ولا اي شيء خالص، بعد ما رحت له بفتره انا بقيت شيخ عندي جنون اني نزني. انت متخيل يعني، انت متخيل الوضع؟ بتقول لي والله شيخ انا عندي جنون او عندي يعني حاجه كده اي حد عايز نشوفه المهم نزني معاه. انت متخيل الموضوع ايه؟ لان هي راحت للشيخ والشيخ عمل لها سحر على نجاسه تمام، فابتدت تحس بالاعراض ديت، فدي مصيبه هيت. فهو جوزك نفس الطريقه وخد لبسك ملابسك الداخليه عشان يروح بيها للساحر، والساحر يعمل لك سحر على نجاسه يطلعك من جوزك. يعني هو خد الحاجات دي عشان خاطر يقرب منك وربنا يهديك له، وبعد كده لا ده هيطلعك من جوزك ويتجوزك هو او ما يتجوزكيش. فدي مصيبه، مصيبه فعلا يعني. اوعى تصدق حد يقول لك اسم امك ايه، اسمك ايه، هات لي حاجه من هدومك، هات لي حاجه من ريحته، هات لي كذا، كل ده والله شرك بالله تبارك وتعالى وبعد عن ربنا. والناس معلش يعني ماشيه ورا الموضوع ده بطريقه غبيه جدا يعني. ومهما تنصح يعني، انا يعني كان في ناس كلموني على الصفحه انا عايزه سحر جلب. يا ستي جلب ايه ده؟ انت وانت سايبه ربنا ورايحه للجلب؟ زي الاخت كانت بتكلمني من تونس امبارح وتقول لي انا رحت لشيخ عشان خاطر نعمل جلب الخطيبي، خطبني وبعد كده حصل مشاكل بينه وبينه وسابني. طب ما انت اصلا خدتيه بغير شرع ربنا اصلا، فزعلانه. قلت لها ما تزعليش يا بنت، ده انت اصلا انت خدتيه بغير شرع ربنا اساسا، انت سبت ربنا ورحت للساحر عشان الساحر يقربك منه، ربنا مش مقدر انك تاخديه اصلا تمام، او ممكن يكون مقدر انك تاخديه لكن انت خدتيه بطريق غير مشروع تمام. فحاول بقدر الامكان بدل ما تروحي لحد يعمل لك سحر عشان يهدي لك جوزك، اهدي انت لجوزك، حاولي تقربي منه، حاولي تسمعي كلامه حاضر ونعم، ما تضغطيش عليه، كل انسان الدنيا كلها ضغوط وبعد كده يقول لك دي جوزي بيعاملني خطا او جوزي بيعاملني غلط، لا اتقي الله فيه وان شاء الله ربنا يهدولك يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دايما بنكرر الحديث ده، ايما امراه باتت وزوجها ساخط عليها باتت تلعنها الملائكه حتى تصبح. انت الملائكه قاعده على دماغك عماله تلعن فيك للصبح. وبعدين واحده تانية تيجي تقول لي زي الوقت اللي كانت عندي بتصوت المرعب في المركز، تيجي تقول لي اصلا الجن مش عايز جوزي يجامعني. دي له حقوقه، ده حق، مفيش حاجه اسمها جن يمنعك عن جوزك، دي مش موجوده وبناكد عليه، مفيش حاجه اسمها جن يمنعك عن جوزك. الجن لو عايز يمنعك عن جوزك هيخلي جوزك اول ما يحصل جماع بينه وبينك يحصل عنده ارتخاء تمام، ده الجن اللي بيعمل كده ماشي. لكن جوزك تقول لي اصل الجن مش عايز جوزي يجامعني، لا دي حاجه جديده. فبرضه الشيوخ بياكدوا للناس الكلام ده، وبرضه ايه او ما سمعتها الرقيه اصوات وصريخ وكسرت الدنيا وبتاع، مفيش الكلام ده اصلا، مفيش حاجه اسمها جن يتعب من القران والله، مفيش في الشرع كده، مفيش في الشرع ان جن يسمع قران يصوت ويصرخ، مفيش، مش موجود. اي حد لو موجود يجيب لي دليل تمام، لكن موجود فين؟ موجود عند الناس اللي هي خلاص مخاضره، خلى الناس اللي هي مثقفه بتقول لك دول شويه دجالين وشويه مش عاوزين، هم صدقوا ومن حقهم لانهم شايفين فعلا شايفين حاجات مش مظبوطه. واحد تسمع قران تصوت وتسرع، طب اسمعي اغاني تهدى، طب انت يعني خلاص يعني انت بتتهمي القران انه متعب؟ طيب مين؟ صار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا صار. انا بقول صار يا شيخ اللي كلمتك من شويه. تمام اتفضلي. بنقول لحضرتك انا ما بنقدرش نصلي. تمام ليه يا ساره؟ هو كمان بيصلي. ليه يا ساره طيب؟ ما تصليش ليه؟
ما مش عارفه يا شيخ، زي ما يكون حاجه على طول سودا قدامي كده ما بتحوشني عن الصلاه. يا ساره ما فيش حاجه اسمها جني من حد عن الصلاه يا ساره، حتى لو عندك مليون ساحر. والله يا شيخ زي ما بنقول لك كده. انا معاكي، انا مصدقك والله. انت مش قادره تصلي عشان قرينك هو اللي مش قادر تصلي وانت تسمعي كلامه، مالوش دعوه بالجن الساحر. أيوه. انت معاكي، بصي يا ساره، انت معاكي قرين وانا معايا قرين وفلان معاه قرين وده معاه قرين. القرين ده ابن ابليس، عشان كده لما في اول حلقات انا بنتكلم اصلت ايه الفرق بين ابليس والفرق بين القرين والفرق بين الجن والفرق بين جن السحر وجن المس وجن الطيار وجن الحسد، كل حاجه من دول لهم شغلانه. جن السحر ملوش دعوه بالصلاه يا ساره. مين اللي طب انا ممكن تقول لي على الكور او حاجه نحطها يعني بص يا صار، انت بالنسبه لك انت لازم تعالجي من السحر اللي جالك ده، تمام؟ لكن او تعالجي جوزك منه برضو، لكن شغل سوره البقره في بيتك كل 3 ايام مره ان شاء الله تحميكي من الكلام ده، او شغل الرقيه اللي عندي على الصفحه. نشكر. نشكرك يا صار، الله المستعان. طيب اخ رجب سالنا عن النجاسه، النجاسه دي بتنعمل ازاي؟ يعني هم بياخدوا النجاسه بيحطوها في معده الانسان؟ يعني لا، بص يا خرجب، الواحده مثلا زي الاخت اللي كانت بتكلم مع احمد دلوقتي بتقول انا رحت للشيخ، الشيخ ده انا متاكد ده اللي ممكن يكون حصل يعني بقدر الله، انه بياخد نجاسه، بيقول لزوجها او هي هاتي فوطه بتكون حصل بينك وبين جزء الجماع وهات الفوطه اللي بعد الجماع، وياخد جزء من المني اللي حصل بينهم ويعمل بيه نجاسه السحر، او زي ما هو قال لها كده يعرض عليها الموضوع يبدا عايز يزني معاها مثلا، ياخد المني بعد الزنا ويكتب بيه طلسم السحر بحبارة او حبر او غيره، يكتب بيه طلسم السحر. هو القصه مش في النجاسه، القصه ده ارضاء للجن، ارضاء لابليس، فيبدا ابليس ينفذ بقوه، يعني كل ما كانت النجاسه قويه ابليس ينفذ بالقوه، ينفذ اكتر. ليه؟ لان النجاسه قويه، تمام؟ طيب حاجه ثانيه، لو هي دم حيض مثلا او غيره، يقول للزوجه او البنت تعالي لي في وقت يكون انت عليك دم حيض فيه، ممكن يحصل بينه وبينها جماع ويبقى معاه ده نجاسه الزنا ودم الدوره، او ممكن يبقى حاله دوره وياخد من الفرج بقلم ولا حاجه ويكتب بيه طلسم السحر وبعد كده يدوبه، طبعا يكتب بيه الطلاسم، القصه في الطلاسم مش في الدم نفسه، يكتب بيه طلاسم السحر وبعد ما يكتب طلسم السحر يدوبه في حاجه ويشربه للمسحور او يحط له في اكله او ايا كان، ممكن يرشه له على طلسم السحر او يعلقه او ايا كان نوع السحر اللي هيعمل بيه السحر. القصه مش في النجاسه، النجاسه دي بتتحول لحروف ورموز، ساعه ما تتحول لحروف ورموز لها اعراض في جسم الانسان بقى، شربتها اكلتها ايا كان نوعها، لكن نجاسه السحر دي بتعمل فعلا نجاسه، بتدمر خلايا بتاعت المعده الاول، بتدمر خلايا الكلى، بتدمر خلايا لو في العمود الفقري او القطنيه او النخاع او غيره، لما توصل للمكان ده بتبدا تدمر في الخلايا ديت ويبدا الانسان يحس بالاعراض، يقول لك خلاص انا ابتديت نتعب، تعبان ما عادش قادر. ليه؟ لان النجاسه وصلت النخاع وابتدى يحس بالتعب. تمام تمام. هو تمام، هو طبعا عشان الاخ رجب قال لنا عايزين نتكلم على السحر المرشوش، ما فيش مشكله نتكلم على السحر المرشوش. تمام، هو السحر ده احنا قلنا زي ما احنا قلنا برضه عشان ناكد على الناس، ان السحر ده بيكون عباره عن طلسم سحر انت اكلته انعمل باي نجاسه كانت، وبعد كده بيتحول لبؤره سحريه في معده الانسان او في دمه، وبعد كده بتبقى مثابه الرباط بتاع الجن والخادم للسحر ده، وبعد كده السحر الجن السحر بيتعامل مع الانسان بطبيعته لما يوصله اللي هو عايزه منه، ويبدا بؤره سحريه تتحول الى كاني مغناطيس ماسك جن السحر لها، تمام؟ لا ينفك عنها ولا يقدر يمشي هنا ولا هنا، هي بيدور في دايره مغلقه عشان خاطر يوصل او وصل لبر الامان اللي قاله له الساحر، اعمل 1 2 3 يبدا ينفذ. طيب من ضمن الاعراض ديت احنا قلنا ان الاعراض ديت تنقسم لقسمين، قسم داخلي وقسم خارجي. القسم الداخلي ده بيكون عباره عن السحر الماكول والمشروب. معايا مين؟ تمام. طيب مفيش مشكله. طيب فيبدا السحر الانسان بقى القسم اللي هو داخلي ده، القسم الداخلي الماكول والمشروب او المنفوخ على الاكل او المنفوخ على شرب، والقسم الخارجي اللي هو السحر المرشوش او المدفون او المعلق، ده بيبقى له طلسمين سحر، جن مع الانسان وجن بره، ده بيكون اقوى على الانسان ويكون لكن علاجه بيكون اضعف على الانسان في 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 تعب جسمه، لكن بيكون صعب في علاجه. لكن القسم الداخلي اللي هو الماكول او المشروب او المنفوخ ماكول او المنفوخ مشروب بيكون جوه جسم الانسان، بيكون سهل في علاجه لكن بيكون اصعب خطوره على جسم الانسان، بيدمر في جسم الانسان بسرعه.
لكن علاجه سهل ويكون سريع، اول ما الانسان بينظف ماده السحر خلاص القصه بتنتهي والانسان يصحى ويبقى كويس. لكن لو السحر مرشوش يبقى بتنظف ماده السحر من الجسم، وبعد كده الجن السحر ده بيبعت، ممكن يبعت صوره طلسم تاني وتنظفها تاني عشان خاطر تحاول بقدر الامكان تقطع الصله اللي بين السحر المرشوش والسحر السحر اللي بره والسحر اللي جوه. يبقى خلاص ده عمود ارسال، حاجه بترسل من بره، وعمود استقبال. عمود الاستقبال ده الحاجه اللي في جسمك اللي هي طلسم السحر الداخلي، تمام، بيستقبل اشارات من عند السحر من بره ويبدا هما الاثنين شغالين عليه. طيب احنا هنعالجه السحر اللي بره ده ازاي؟ زي ما واحد يقول لك تعالى ده انا هطلعه لك من المقابر، وينزل بقى وبتاع ويقعد ينظف المقابر، والقصه اللي شغاله اللي احنا شايفينها على الشاشات اليومين دول، كل واحد عايز يعمل لنفسه كم مشاهده على يوتيوب ويعمل مشاهده على النت، يروح يجيب لك خمس ستة مجموعه شباب معاه ويقول لك يلا ننظف المقابر، يروح يفحتوا ويطلعوا معاهم. انا شفت الحاجات ديت، وطبعا الناس يعني عرض علينا عرض نعرض الحاجات دي، انا ما رضيتش لان ده كلام منافي للواقع او منافي للعلم اللي انا درسته او بندرسه للناس، تمام. فيروح يلم لك ثلاثة اربعة ويقول لك تعالى نطلعه يلا سحر منين مدفون من المقابر، يروح يحطوا خمس ست اصحاب في المقابر، روح افحت عليه وطلعوها. في اصحاب في المقابر، لكن لا انت ولا عشرة زيك هتعرفوا تطلعوا الاصحاب دي من المقابر يا عم الشيخ، لاني الا بقدر ربنا. يعني انت ممكن تلاقي سحر مدفون يعني قدرا، تمام، تلاقيه في اي مكان قدرا كده، لا لان الجن ده اول ما انت بتدفن السحر الجن بياخده، تمام. انا عايز الناس تستوعب يعني ايه جن ويعني ايه سحر. ما تفكرش نروح بحطه يلا تعالى نحط شويه اسحار وروح يطلع لي بتاعه اسحار كده من المقابر. انت مفكر نفسك رايح تجيب قطن من الغيط ولا ايه؟ لا حاج، ده انت رايح تجيب اسحار. اسحار دي بتتعامل مع عالم ذكي. عالم ذكي يعني ايه؟ الجن ده ذكي جدا وبيخطط وعارف هو بيعمل ايه، مش 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 كلامه خلاص، لا ده من عند ابليس. ابليس بيقول له اعمل واحد اتنين تلاتة، بيخطط ونفذ، تمام. مش هيروح يحط لك السحر في المقابر عشان سيادتك تروح تفحت له وتطلعه، لا ده هو بيحطه وبعد كده الجن ده بيخفيه او بيحاول يخفيه بقدر الامكان. ممكن تلاقيه قدر عشان ربنا مقدر كده، وممكن ما تلاقيهوش خلاص هو بينتهي وبروح وانت ما تشوفوش تاني، تمام. لكن القصد من الموضوع ايه؟ ان الموضوع لو السحر مدفون خطير جدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم راح طلع السحر، طلعه منين؟ طلعه من بئر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف البئر، يعني بيوصف لسيدتنا عائشة، يا عائشة انه يعني ماؤك كنقاعة الحناء، كأنه حنة منقوعة، يعني حاجة صفرة وحاجة وحشة جدا، ونخله كرؤوس الشياطين، حاطينه في مكان ما تعرفش تجيبه أصلا، تمام. لكن ممكن تلاقيه قدر وانت بتدفن حد، زي ما انا شفته قبل كده بعيني، يعني ان احنا لقيته في فم امرأة مدفونة بقدرا برضو، لكن انا بندفن حد يعني، وقدر ان لقيته السحر في فم واحدة مدفونة يعني، وربنا قدر ان طلعته وعالجته يعني وخلاص. وبرضو شفته في مكان برضو خطير جدا، في اعلى مكان في شجرة، في مكان كنت انا طفل يعني ما نعرفش الحاجات ديت، لكن لقيت سحر وانا بنلعب كده، لقيته في اخر مكان في فرع مستحيل حد يوصل له، يعني مستحيل حد يربطه كده او يحطه في المكان ده. فلما خلاص يعني خلاص انا طلعت بقى وقعدنا نقطعه في الشجر وتعالى ما نزلناه، تمام، لقينا اسمه فلان وفلانه، ومهم ربنا قدر يعني، ورحنا للشيخ كان بيعالجه وبتاعه فكه. لكن المقصود ان السحر او الجن هو اللي بيربط السحر في الاماكن ديت، هو اللي بيتعامل معاها، تمام. لكن لو انت مأكله ومشروب هو بيدي لك السحر ترشه او توكله للمسحور او تشربه له، موضوع سهل يعني، تمام. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. معك الاخ عبد الرحمن من الجزائر. يا اهلا وسهلا يا اخ عبد الرحمن، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يعيدك وتبارك الله فيك يا شيخ ويربي يطول عمرك ان شاء الله. ربنا يحفظك يا اخي، ربنا يحفظك يا اخ عبد الرحمن. احتمال نعملوا زيارة قريب للجزائر يا حاج عبد الرحمن، احتمال نعملوا زيارة قريب عندكم ان شاء الله. ان شاء الله. عندي الامرأة تاعي مرتي، ايه وحسيت بها، ما عندي احساس باللي قاعدة تبتعد عليها هذه الايام. هي تقول تبتعد لانها راحت عند طبيبة وتقول باللي عندها نوع من الميكروب عاد تبتعد عليها، وانا شك فيها، لا شغل تشكك في الرجولة تاعي، تمام، فهمني الشيخ، تمام. وانا تصورت الامام تاعنا تاع الحي قال لي ممكن يكون فيك كشما سحر ولا كشما، تمام. ممكن كشما كان رجل اخر ولا قادر فيها سحر، تمام. والله يا الشيخ اطلب منك استفسار، هي قاعد تشوفك تبعد عليا ما فهمتش، لا انا بفهم. لكن انت كويس واثق من نفسك يا اخ عبد الرحمن؟
أنا واثق، أنا رجل وفي، الله يبارك طيب. يعني من نفسين النفس طيب. الحمد لله طيب. هي قد زوجتك زوجتك الثانية كويسة طيب؟ عندها سبب أن تقول لي بلي الطبيبة تاعها قد تقول لي فوت بتاعت الزوجات، أنا هدي مثل ما شاء أخي الكريم. بص يا اخ عبد الرحمن، انت ممكن تاخد بس خد الرقم، اكلمني على الرقم اللي هو 011 في وقت، والاخ سالم هيوصلك بيه هنفهم منك شويه حاجات. هات الرقم، ما عندي مشكله اللي اخر 011 على الهواء على الشاشه قدامك. ادخل على الصفحه وكلمني على الصفحه، انا ارد عليك يا اخ عبد الرحمن. صفحه علاج شكرا يا شيخ، ربنا يحفظك. صفحه علاج مرض السحر في يوم واحد، كلمني عليها وانا اللي ارد عليك بعد الحلقه ان شاء الله. انا اللي ارد ان شاء الله على الصفحه من بعد الحلقه لعند الساعه 12 بقدر الله تبارك وتعالى. طيب، فالناس بقى خدت الوهم بطريقه ايه، ان يروح يطلع سحر من المقابر وبعدين يطلعهم، وقصه يعني الناس منافيه للواقع والعقل اللي الناس بتقوله. فكل واحد عايز شهر يروح يجيب لك 3 4 ويعمل لك مجموعه ويلا نطلعه ننظف المقابر، ويقول لك حمله تطهير المقابر. حمله تطهير المقابر من ايه؟ انا مش عارف. هم فكر الجن هبل يحطوا له الاسحار ويروح يجمعها ويطلعها في بتاعه وروح يلا. ما فيش الكلام ده، لان السحر ده بيخفيه الجن، هو طلعه وانت ما بتشوفوش اصلا. تمام، ولو شفته بتشوفه قدرا، بتلاقيه في اي مكان قدرا كده، لكن ما بتشوفوش بالصوره اللي احنا شايفينها طلع بتاع ده يعني اشكارت اسحار. واقول لك ده احنا جينا في المقابر ليه؟ الناس فاضيين للموضوع ده، مش بالصوره ديت يعني، عشان الناس ما تنوهمش يعني. تمام، فهنتكلم عن اعراض السحر المرشوش سريعا عشان خاطر الناس برضو ايه تاخد الموضوع بصورته يعني. اعراض السحر المرشوش لو محمد اعرضها لنا عشان الناس اللي مش فاهم الموضوع يكتبها ويعرف يدرسها كويس ويعرف هو بيعالج ايه عشان خاطر يقدر. لاني انا ليا منتقدين كتير جدا، ناس تنتقد بيقول لك انت بتقول كلام صعب يا عم، الاعراض قدامك اهيت، ودي ناس عايشاها وناس احنا بنعالجوها كل يوم يعني. ناس عندي موجوده في المركز كل يوم من شتى بقاع العالم وبنعالجوها من ده. تمام، يعني حتى الناس الحلقات ان شاء الله هنحاول نترجمها، لان في ناس طالبه الكلام ده نحاول نترجمه للحلقات او الاعراض بالفرنسي او فرنساوي او الانجليزي ان شاء الله، عشان الناس تقدر تستوعب اللي هم ما بيدركوش عربي كويس، لان اكتر اخواتنا اللي عايشين في الدول ديت عندهم العربي مكسر فما بيقدروش يستوعبوا الموضوع كويس. ان شاء الله نحاول نترجمه بقدر الله. اول حاجه نتكلم عنها طبعا شعور بالم في الرجلين قوي جدا. انسان مسحور عنده الم في رجليه قوي جدا، زي ما احنا قلنا ان الاسحار اللي هي اللي تحت او الاسحار اللي هي بتبنى على انها رش او دفن بتاثر على جزء من الجسم الاخير او رجلين مثلا. تلاقي دايما اللي هو مسحور بسحر مرشوش ده دايما عنده الم في رجليه، دايما رجليه منمله، لو هو اوقفها في مكان كده عايز يحركها تاني، يعني يقول لك انا ما اقدرش مثلا نحرك رجلي او نثبت رجلي دقيقتين على بعض. دايما هو نايم تلاقيه عمال يفرك في رجليه مع بعضها، دايما هو نايم يحس انه عايز يشيل غطا مع رجليه. ودي حالات يعني، واحد يقول لي انت انا كنت بنفكر في الموضوع ده ولما قلته لي هو فعلا ممكن السحر المرشوش يعمل كده. لما عالجناه من السحر خلاص هو البطانيه عليه واللعاف عليه ونايم كويس مفيش مشكله. ليه طيب؟ لان السحر المرشوش هو في رجليه، كان في غليان في رجله، في سخونيه في رجله على طول، فطول ما هو نايم عايز المدام تشيل الغطا مع رجليه. ليه؟ لان السحر في الرجل من تحت ومؤثر على جسمه. تاني شيء حرقان في البول، طبعا احنا قلنا ليه حرقان في البول؟ لان السحر ده الانسان بيشربه او الانسان بيوصله في جسمه بيوصل للمكان اللي هو يعني بيمشي في جسمه بسرعه، لان الكلى هي اللي بتوزع الاملاح على الجسم، فبيبدا اكتر الحاجات ديت النجازه بتحولها الكلى لانتشار في الدم بيبقى سريع. ممكن يحصل تشنج في رجليه على طول، تشنج جاي بالانسان على طول عنده ايه ماسكه في رجليه، يقول لك وانا ماشي نحس بشنكله او ماسكه في رجلي او شد عضل مفاجئ، او هو نايم بالليل كل شويه يقوم كان رجله حد مسكه بشد عضل جامد عايز يفكها، ودي بتبقى من اعراض السحر المرشوش. يعني الرقم 3 اللي هي ممكن الانسان او ممكن تظهر عند البنات تقريبا او الاكثر يبقى قبل زواجهم بشويه قبل فرح، تلاقي البنت عندها دوالي في رجليها شكلها غبي جدا، تقول لك انا ما كانش عندي دوالي اصلا ولا حد عندنا في العيله عنده دوالي ولا بنوقفش كتير اساسا ولا بنمشي كتير، طب الدوالي دي جت منين؟ تلاقي لها ايام معينه. طب نقدر نفرقها ازاي من الدوالي العاديه؟ ممكن اي انسان يجي له دوالي عنده مرض، الدوالي بتجي لك في ايام تزيد جدا وايام تضعف جدا، يبقى شكلها غبي، شكلها كان عروق كانها يعني حاجات ملخبطه في بعضها كده تحت الركبه اكتر الاماكن، وبتيجي مع الرجل من تحت بتخلي الرجل بتاعه البنت غبيه جدا لدرجه انها بتبقى مكسوفه تتجوز او مكسوفه يوم فرحها من الوضع او الشكل ده. طبعا بتعمل الم وتكون اكتر عند البنات يعني.
طيب الم طبعا في المفاصل على طول، واحد يقول لك انا على طول عندي الم في مفاصلي، على طول حاسس ان في التهاب، انا مش قادر اتحرك، انا حاسس ان انسان الي، يعني واحد بيقول لي اول امبارح في المركز انا حاسس ان انسان الي ماشي بنتحرك، كل مفاصلي تعباني. طيب ليه مفاصله تعبه؟ برضو عن اعلى الموضوع ان دي بتبقى سرعه ترسيب بتبقى زايده عنده باملاح، بتبقى زايده عنه الكلى بتفرزها في الدم وبتروح بترسب على المفاصل اللي هي بتاعته بتعمل التهاب، بيبدا يعالج هو الالتهابات، لكن الموضوع مش في الالتهابات، الموضوع ان ده سح ووصل الموضوع معاه انه ده جسمه كله التهاب، يقول لك انا عايز دايما حس ان عايز نحط على جسمي ميه ساقعه، لكن الافضل حط على جسمك ميه سخنه عشان تعالج الالتهاب ده وتخلص الموضوع ده. طبعا الانسان اللي هو مسحور او اللي هو عنده سحر مرشود ده دايما يحلم بميه كتير، يقول لك انا بنحلم ان بنرش ميه، بنحلم ان بنغرق، بنحلم ان بنروي، بنحلم ان مثلا بنشرب ميه كتير، بنحلم ان مثلا بندي حد ميه، دايما احلامه بتتكرر بالميه ودايما يحس انه بيغرق في ترعه او ماشي على ميه، او الغير واحد يقول لي انا طول كل احلامي يا عم الشيخ انا ماشي في الميه، وانا راكب عربيه نحس اني ماشي على وش الميه. كل ده لان ايه؟ لانه اصلا السحل معاه ده هو خلاص ترشله بالنجاسه او الميه دي. طبعا الانسان على طول اللي هو سحر مشروب مرشوش ده يبقى يحس انه دايما عايز يشرب ميه كتير، او يحصل العكس عشان الكلى تضمر وتضعف، الجن يمنعه عن شرب الميه خالص، وبعد فتره الكلى تبدا تضعف 20 30 50% لما توصل 40 30 تقول لك خلاص البولين ارتفعت في الدم وبتدينا عايزين نغسله كلى. ليه؟ لانه خلاص النجاسه ارتفعت في دمه لما بوظت خلايا الكلى والكلى ما عادش شغاله لانه ضعف شرب الميه في الجسم. فبننصح اي حد مسحور اشرب ميه كتير جدا، كل بقدر الامكان اشرب ميه 5 لتر 4 لتر في اليوم اشرب، ما توقفش عن شرب الميه خاصه لما تقوم من النوم الصبح. طبعا ممكن يحلم انه على طول ماشي حافي، الانسان المسحور ده يحلم يقول لك انا ماشي حافي، او يحلم انه ماشي عريان، تحلم انه ماشي عريان، واحد تقول لي انا ماشي مثلا نحلم اني ماشي بقميص مثلا في الشارع مع ان عمري ما اتخيل اني اعمل كده، واحد تقول لي انا ماشي قلع مثلا شعري وانا ماشي في الشارع، واحد تقول لي انا ماشي بلبس قصير في الشارع، الثانيه انا ماشي حافيه، الثالثه انا ماشي حاسه الناس كلها اني عريان والناس كلها بتبص عليا. طبعا دي كلها احساس الجن بيعمله لان هو ترشله السحر وعدى عليه. طبعا من الاعراض القويه جدا وتظهر بسرعه عند السحر المرشوش ان الانسان يحلم انه في امتحان ومش عارف يجاوب فيه، دايما يحلم انه في امتحان ومش عارف يجاوب في الامتحان، يقول لك انا خلصت الدراسه خلاص، ويقوم ومهيئ له فعلا انه كان في امتحان وان خلاص الوقت خلص، والمراقب بيقول له هات الورقه خلاص، وهو خلاص الموضوع عنده ايه بيتعلق بكده، او لو هو ما دخلش مدرسه او مش متعلق بالمدرسه وكده يحلم انه في موقف مش عارف يتصرف فيه، دايما يحس انه في عربيه هتخبط في حيطه خلاص وهو مش عارف يتصرف، يحس انه مثلا راكب عربيه والفرامل راحت منه، يحس انه بيقع من مكان عالي وهو خلاص ما عادش قدامه حيله انه غير يموت خلاص، وحس الاحساس ده فعلا ان هو خلاص هيموت، او يحلم انه مثلا ايه ماشي على 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 جمر او ماشي على شوك، او المهم انه يحلم انه دايما عنده مشكله في رجليه، ودايما يحلم انه ايه بمشاكل بتهزه، ويقوم مفزوع من النوم يحس نفسه. طبعا واحد يقول لي طب ده ممكن يكون طبيعي؟ لا مش طبيعي، لان اعراض السحر دي بتتعلق ببعضها، سحر اعراضه متعلقه ببعضها، زي ما اتكلمنا اعراض السحر العامه كلها وبنتكلم على كل نوع سحر لوحده عشان الناس تعرف تفرق بين الاعراض وبعضها، وفي اعراض طبعا يعني بتنطبق كلها مع بعضها وبتكون يعني مع السحر المرشوش والمأكول والمشروب والمدفون، اي نوع سحر من دول بيكون اساسي فيه تعب المعده، الصداع، سقوط الشعر. ليه؟ لان بينبني عليه ان ضعف الجسم العام، يعني دايما المسحور ده بيكون عنده ضعف في جسمه، ضعف عام في جسمه، فبيبدا يحس بالاعراض اللي احنا بنتكلم عنها دي كلها. ان شاء الله بقدر الله الحلقه الجايه نكمل اعراض السحر المرشوش ونتكلم اعراض السحر المدفون اللي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم ونجاسته، وبعد كده نتكلم ان شاء الله على كل نوع عرض لوحده. طبعا نشكركم على حسن استماعكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.